تشرفت اليوم بلقاء ربطة البطرك. أول شيء لحتى ناخذ البركة منه، وهذا شيء دائم على طول، خاصة بهذه الظروف اللي بدنا بركته وصلاته. أيضا يعني حكينا وعزيناه بكل أسف بالضحايا اللي سقطوا التابعين لأنطاكيا لقبطه يعني بسوريا وبتركيا، وبالطبع هذا الشيء كان مؤسف كثير اللي صار، وحكينا قديش ممكن نتعاون كلنا سوا لحتى نخفف من هالمأساة الكبيرة اللي صارت. بطبيعة الحال ناقشنا كثير من الأمور على المستوى الوطني وعلى مستوى الأزمات كمان اللي عم نعيشها بلبنان، على مستوى أزمة الحكم وعلى مستوى الانهيار المالي والاقتصادي والحالة الاجتماعية اللي كان شعبنا عم بيعاني منها، وقديش صار كثير مهم وضروري الكل يتعالوا عن الحسابات الضيقة لحتى نقدر يعني ننطلق بداية من انتخاب رئيس للجمهورية ومعه برنامج وحكومة وكل القوى السياسية تكون حوله لحتى نقدر نطلع تدريجيا من الأزمة اللي نحن فيها. وبطبيعة الحال يعني الجلسة مع سيدنا ما بتكمل إلا ما نحكي يعني بأمور الكنيسة وأرثوذكسيات الحقيقة، على ضوء الإنجيل اللي هو بالأخير سيدنا يسوع المسيح هو البداية وهو النهاية بالنسبة لنا. وإذا ما كنا عم نستلهم من تعليمه كل شيء نعمله بحياتنا اليومية باطل كل اللي عم نعمله. لذلك كمان استرشدنا منه وخبرناه عن بعض الأمور اللي يعني رعائيا بتهمه وبتهمنا وضروري كمان كنا نخبره عنها ويعرفها، وخدنا أرشاداته بهذا المجال، وإن شاء الله يعني بصلاته بترافقنا ونكون عم نشتغل بشكل أفضل وأفضل.